ومن حسن الصحبة أن يراعي المصاحب أحوال أصحابه، وأن يطيب قلوبهم، وأن يبعد كل ما يؤثر في صحبتهم. ولذا يا إخوة، من الأدب إذا فعل الإنسان شيئا يخشى أن يفهم على غير وجهه أن يبينه لأصحابه. إذا فعلت لأخيك أو صاحبك شيئا يخشى أن يفهمه هو على غير وجهه فبينه له، أو تخشى أن يقع في قلبه شيء من أجله فاعتذر له، بين عذرك. قالوا: ومن الأدب أيضا إذا رأيت من صاحبك ما قد يؤثر في قلبك عليه أن تسأله عنه بأدب، أن تسأله عنه بأدب. وهذا من الأدب الرفيع حتى نحافظ على الصحبة وعلى مكانة بعضنا في قلوبنا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى التغير في وجه الصعب اعتذر له وبين عذره. فينبغي أن نحافظ يا إخوة على أخوتنا. الأخوة في الله أغلى من الكنوز. فإذا كان هناك رفقة على السنة ينبغي أن يحرصوا على هذه الصحبة. فإذا فعل أحدهم شيئا وخشي أن يقع في قلب أخيه شيء فليبادر ببيان عذره وتطيب قلبه. وإذا رأى أحدنا من أخيه شيئا قد يؤثر في قلبه أو ينقص من منزلة أخيه في قلبه فليسأله بأدب حتى يزول ما في نفسه. ونحافظ على الأخوة في الله. يا إخوة، الأخوة في الله كنز. وقلت اليوم كثر من يقول لك أحبك في الله، لكن قل من يصدق في هذا، قل من يكون حبك في قلبه مستقرا لله، يخاف عليك ويحب لك ما يحب لنفسه. فإذا وجدته فعض عليه بالنواجذ. الصاحب الذي يحبك في الله ويعلمك ويدلك على الخير، وإذا رأى منك نقصا وعظك وذكرك، هذا أغلى من الكنوز، احرص عليه. ليس الصاحب الذي يضحكك ويسليك ولا يهتم بأمرك. إذا وجدت أخا يحبك في الله صدقا فاحرص عليه وعلى الصحبة وعلى الأخوة. وهذا من أحاسن الأخلاق.